معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك سيد ضياء. إذا عام جديد يمر على المخطوفين في العراق، كيف رصدتم قضية المخفيين قسرا في هذا العام؟ حقيقة العمليات الإجرامية التي تدور بالعراق ليست فقط المخطوفين من عندهم وانتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الحاضر في العراق وسابقا أيضا من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، نحن نراقب هذه العمليات الاختطاف وعمليات الاغتيالات والعمليات الاعتقالات العشوائية التي تحدث في المحافظات وفي بغداد وفي كل مناطق العراق. هذه تقلق المنظمات الحقوقية الدولية بالوقت الحاضر، وتكتب المنظمات الدولية بالوقت الحاضر عن هذه العمليات الاحتجاز والاعتقال والخطف الذي يحدث في العراق في الوقت الحاضر. نعم. طيب، شبكتا اي بي سي الامريكيه واسوشيت بريس تحدثتا عن اكثر من 3000 مفقود في الموصل و2900 في الانبار، يعني نحو 6000 مخطوف في المحافظتين. ما اسباب زياده اعداد المخطوفين في هذه المناطق؟ المخطوفين بالوقت الحاضر في الموصل وفي الرمادي وبقيه المناطق الاخرى من العراق، حقيقة هذه الاختطافات التي تحدث هي حدثت من قبل الحكومة ومن قبل الميليشيات والحشد الشعبي. هذه الاختطاف هو ابتزاز للشعب العراقي وابتزاز للمجتمع العراقي. إذا هذه الأعداد المختطفة هي لها عوائل ولها أتباع. يعني الحالة بالوقت الحاضر التي تعيش بها العراق من العوائل الذي اختطفوا أبنائهم أو آبائهم، هذه الحالة لا يمكن أن تطاق. بالوقت الحاضر المجتمع الدولي يطالب الحكومة العراقية بالتمعن بالأمور ودراسة هذا الموقف، بس الحكومة العراقية لا حول ولا قوة لها، لأن هي التي متورطة بالاختطافات وقتل العراقيين والاحتجازات العشوائية والحجز العشوائي. ولكن مع كل هذه التقارير نجد رئيس وزراء الحكومة في بغداد ينفي وجود انتهاكات. هذه الانتهاكات أخي مدونة، لأنه أهل العوائل الأشخاص وعوائلهم والمعروفين عنهم أنه أبنائهم مفقودين، يعني مدونة عند المنظمات المجتمع الدولي. يعني هل معقولة يعني هذه المدونة والعبادي ينفي؟ يعني هل العبادي هو الجزء من هذه العمليات الاختطاف؟ هل هو يعرف ماذا يحدث في الحشد الشعبي والميليشيات؟ هل هو يعلم العصابات الإرهابية التي تبتز الشعب العراقي؟ هل هو يعلم بهذا؟ إذا كان يعلم إذا هو جزء من الموضوع، يعني جزء من العملية الإجرامية التي تقام بحق العراقيين بالوقت الحاضر. شكرا جزيلا لك من فيينا سيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.